تجربة عشتها وعصرتها ونقف لها صح. يعني منطقية الدراسة هذا أولا. أي صحيح 100%. نقولك التجربة نحكي لك عليها. أنا في سنة 2012 مشان درنا دورة في منطقة أوباري. نعم. لقيت عزيز خاطنا من الطريق قصة الطريق اسمها فاطمة. وقفت السيارة تفضلي حاجة فاطمة تفضلي حاجة فاطمة. استغربت من هذه فاطمة. قال لي عندك فاطمة عمرها 120 سنة. ما شاء الله. عزيز مش عليه صحتها وقوتها ما شاء الله. ما شاء الله. قلت للولاد اللي معانا السواق شيء قلت لازم ترفعنا عليها من منطقة دوباري نجيبوها المرة اللي نقعد احنا وياها ونشوف شو برنامجها. نعم. أعطاني لها موعد اللي ما تفضاش بكل. مشيت للحوش أول ما قعد مسك في حال قلت لي نعرفك شنو جاي نعرف شنو سبب زيارتك شنو قال تسأل قداش قلت له هذا هو قلت لي يا ولدي راهو حاجتين راه لما تحط في نفسك انك انت مريض وما تنفعش وعندك مشاكل وعندك هموم جسمك هذا كله يفرز في حاجات مش كويسه وتكبر تطيح قبل وقتك. الحاجه الثانيه قد تخليك متفائل. ونفس القصه لقيت شيباني في منطقه طرهونه عمره 116 سنه يرعى في ساعه حتى هو كي ماشيين طرهونه لقينا في الطريق كذا وقفت نفس الكلام قاله لي. العلم شنو يقول لك؟ كل ما تقول في نفسك انا كبير وما ننفعش وعندي هموم وعندي مشاكل وانا صفت نعطي تزيد لك نسبه السموم في الجسم باهي تكبر قبل وقتك تطيح قبل وقتك يجيك الضغط السكر القلب الاعصاب وحتى اللي تو ندير دراسه حتى الناس عندها مرض السكر يعني ما مش نقول الكل يعني نسبه حوالي اكثر من 80% حتى عندهم ضغط عندهم القلب يقولوا هذا من الناس ما يعرفوش كيف يتعامل مع المشاكل نتاعهم ما يعرفوش كيف يطلعوا الكبد وديما يحبوا الاحباطات ويحبوا الحزن ويحبوا نكد وهذه هي المشكله في الاخير بنادم قداش منا الحم ودم مش حم صح ولا مش صح نعم باهي. لا شك وحتى العلم قال نفس الكلام حتى دارت تجربه ثانيه علميه حتى هي جابوا 10 اشخاص عندهم امراض ورم عندهم ورم في السرطان ان شاء الله ربي يشفيهم اي انسان ده ورم وجابوا 10 اشخاص عندهم ورم في السرطان اللي عندهم ورم العشره هم حطوهم في مكان فيه كد وفي مشاكل فيه هموم والناس ما حطوهم في مكان فسيح كبير يعني غابه ومفيد لهم كله وسائل الترفيه وكل شيء جون بعد 3 شهور لقوهم نسبه الورم عندهم زاد عالي جدا جدا وهم لقوه ناقص قريب يوصل للارقام المتدنيه يعني سبحان الله الانسان سبحان الله الانسان زي ما يبي روحه تبي روحك تعيش في كد ومشاكل وهم تشوف تعسك كيف تولى لك وشوف وجهك في المراه كيف تولي شكلك نعم اذا تبي تعيش في سعاده فرح سرور شوف روحك كيف تولي شكلك اذا